شاهدت الطفلة التي المجتهد هو الذي القارئون هم الذين. تعال يا ميرا اقرأي. شاهدت الطفلة التي المجتهد هو الذي القارئون هم الذين. شكرا. تعال على القدر. شاهدت الطفلة التي المجتهد هو الذي القارئون هم الذي. شكرا. شاهدت الطفلة التي، هل فهمت شيئا من هذه الجملة؟ لا لم أفهم شيئا. عندما أقول المجتهد هو الذي وأسكت، هل فهمت شيئا؟ لا. عندما أقول القارئون هم الذين، هل فهمت شيئا؟ لا. بعد قراءتي لهذه الثلاث جمل لم أفهم أي معنى. الآن من يستطيع تكملة هذه الجملة؟ جملة يعطيني جملة مفيدة. شاهدت الطفلة التي مثلا هكذا، رمزي شاهدت الطفلة التي تلعب الكرة. جيد جدا، صرف قاسمي. شاهدت مثلا الطفلة التي تلعب الكرة. سأكمل هذه الجملة، تلعب الكرة. المجتهد هو الذي، من يعطيني جملة؟ من يعطيني جملة؟ دائما تجده مع الأستاذ وهكذا، ما الذي نقول عنه؟ المجتهد هو الذي يتابع الدروس. شكرا صدق قاسم. يتابع دروسه. من يكمل لي الجملة الأخيرة؟ القارئون هم الذين، مثلا الذين نجدهم في المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم مع بعضهم، من ماذا يفعلون؟ ماذا يفعل زاكي في الأخير؟ أعطيني جملة كاملة. القارئون هم الذين يتلون القرآن. هم الذين ماذا؟ جيد صفقة، يتلون القرآن. يتلون القرآن. الآن عندي ثلاثة جمل لها معنى. شاهدت الطفلة التي تلعب الكرة. المجتهد هو الذي يتابع دروسه. القارئون هم الذين يتلون القرآن. الآن في المرة الأولى كانت عندي هذه الجملة، شاهدت الطفلة التي، هذه جملة، وأكملت لها جملة أخرى. الآن عندي هنا جملة وهنا جملة، كيف وصلت أو ربطت ما بين هذه بين هاتين الجملتين؟ ما هي الكلمة التي وصلت ما بين هذه الجملة وهذه الجملة؟ سيف؟ التي. شكرا سبق الجميل. التي وصلت الجملة بالتي. الآن في المرة الأولى نذهب إلى الجملة الثانية، المجتهد هو، وأضفت لها جملة أخرى، يتابع دروسه. عندي هذه جملة وهذه جملة، بماذا وصلتها أو ربطتها ميرا؟ بالذي. الذي. شكرا.
الجملة الأخرى والأخيرة، القارئون هم. وعندي أكملتها بالجملة الأخرى، يتلون القرآن. بماذا وصلتها إسحاق؟ الذين. شكرا. الآن قمت بوصل هذه الجملة مع هذه الجملة لكي تصبح لها معنى. بماذا؟ الذي. أول شيء عندنا الذي. ربطت بين أو وصلت بين هذه الجملة وهذه الجملة لكي يصبح لها معنى. بماذا قلنا؟ الذي. ثم وصلت بين هذه الجملة وهذه الجملة لكي بماذا؟ الذين. الآن قلت كلمة وصلت، إذن قمت بكتابة هذا الاسم الذي الذين لكي أصل بين جملتين لكي تصبح عندها معنى، لذا نسميها الأسماء الموصول. فهمنا أم لا؟ كانت هذه الجملة هكذا، شاهدت الطفلة التي لم تكن لها أي معنى، المجتهد هو الذي، القارئون هم الذين، لم تكن لها معنى. فوصلتها بجملة أخرى تلعب الكرة فأصبحت لها معنى. إذن التي ربطت بين الجملة الأولى أو وصلت ما بين الجملة الأولى والجملة الثانية لكي يصبح لها معنى، لذا سميت بالأسماء الموصول. الذي التي متى نستعملها؟ هل نستعملها في المذكر أم في المؤنث أم في الجمع؟ شاهدت الطفلة ماذا متى نستعملها؟ هل في المؤنث أم في المذكر أم في الجمع؟ سلمها في الأخير. في المؤنث. شكرا. المؤنث المفرد المؤنث. الآن الذي متى أستعملها؟ زكي. في المذكر. شكرا. الذي نستعملها في المذكر. والذين هم الذين متى استعملتها أميمة؟ في الجمع. شكرا. في الجمع. تطبيق، هؤلاء الحجاج يطوفون حول الكعبة، الطفلة هي تقفز بالحبل، الرجل هو يسوق السيارة. من يكمل لي أو من يقرأ بسرعة؟ من يقرأ؟ أميرة اقرأ لي بسرعة. هؤلاء الحجاج يطوفون حول الكعبة، الطفلة هي تقفز بالحبل، الرجل هو يسوق السيارة. الآن من يكمل لي بالاسم الموصول المناسب؟ نقول هؤلاء الحجاج، هل نقول الذي أم الذي أم الذين؟ إيمان؟ الذين. شكرا. الذين. الذي ذين. لماذا؟ لأنه جمع مذكر. الحجاج. الطفلة هي ملاك. شكرا. لماذا؟ لأن الطفلة مؤنث. التي. الرجل هو نعيم. الذي. أعطيني الجملة كاملة. الرجل هو الذي يسوق السيارة. جيد.